Good morning, my dear students. This is Mr. Omar speaking, and this is the second lesson in our curriculum for Prep 2. تعالوا كده يا أولاد نبتدي ونشوف كده إيه تاني lesson ده بيتكلم عن إيه ونشوف كده واحدة واحدة. صدقوني الدنيا بسيطة خالص. طيب نبتدي كده يا أولاد من الأول. يا مستر, the set of irrational numbers. A set of irrational numbers. يعني إيه irrational أصلا؟ إيه كلمة irrational دي؟ الراشونال معناها حاجة that doesn't make sense, حاجة ملهاش معنى, حاجة مش راشونال, حاجة ما اقدرش احسبها بدماغي. طيب قبل ما اشرح الراشونال نمبر, احنا اخدنا في بريب 1 حاجة عكسها اسمها الراشونال نمبر, وكنا بنديها السيمبل اللي اسمه كيو. الكيو دي stands for rational number. طب يا مستر, ايه الراشونال نمبر دي وايه يعني افهم منها, افهم انها كده بتقول ايه؟ بكل بساطه يا سيدي, راشونال نمبر يعني حاجه ليها معنى, يعني مثلا رقم, حاجه مثلا زي ال2, حاجه زي النيجاتيف 1, حاجه زي الزيرو, حاجه زي يا سيدي 4 اوفر 5, حاجه زي روت 9. ليه روت 9 دي اقدر اقول عليها راشونال؟ لان روت 9 انا اقدر اعمل لها روت, روت 9 ب 3 ده رقم. طب ايه بقى يا مستر الايراشونال نمبر اللي انت لسه بتقول لي عليها دي؟ ايه الفرق ما بينها وما بين الراشونال نمبر؟ الايراشونال نمبر بنديها سيمبل اسمه كيو داش, وبنسميها الراشونال نمبر. طيب ايه الايراشونال نمبرز؟ الايراشونال نمبرز كده يا اولاد من الاخر حاجه that doesn't make sense. بمعنى ايه يا مستر؟ حاجه مثلا اقدر اقول روت 3. شايف كده في الارقام دي في حاجه اسمها روت 3؟ طب بص كده, لو انا جيت قلت روت 5, ايه ده مفيش روت 5, انا ما اعرفش ده بالديسمال, ده بارقام كبيره قوي يا مستر. لو انا مثلا جيت قلت يا اولاد كيوب روت لمثلا لل7, في حاجه في الارقام دي اسمها كيوب روت 7؟ حاجه من الاخر كده يا اولاد لا هي بيرفكت سكوير ولا بيرفكت كيوب, حاجه ما اقدرش اعمل لها روت. وده الفرق ما بين الراشونال والايراشونال. يبقى بكل بساطه الراشونال نمبرز نمبرز ذات ميك سنس, نمبرز عاديه ما فيهاش, مش هقدر اقول ما فيهاش ديسمال, لا هي فيها ديسمال. يعني مثلا ممكن يجي لي حاجه زي كده ال 0.1, ال 0.1 ده راشونال لاني اقدر اكتبه 1 اوفر 10, ده راشونال نمبر. انما الزيرو, انما الروت 3 ده لو كتبت روت 3 على الكالكوليتور كده هيملا لك الكالكوليتور ديسمالز, فهو ده من الاخر ده الايراشونال نمبر. فنفرق ما بين الاثنين دول من الاخر كده عشان ما تلخبطش خالص. الراشونال نمبرز حاجه فيها مش بيرفكت سكوير ولا بيرفكت كيوب, يعني حاجه ما ينفعش اعمل لها روت. طيب في, هل في حاجه كده صغيره لازم نبقى عارفينها يا اولاد؟ ايه الحاجه الصغننه دي؟ الباي. الباي دي ايراشونال نمبر. يا مستر حد يقول لي طب ما الباي دي انا عارفها ب 22 اوفر 7. الباي دي احنا دايما بناخدها ب 22 اوفر 7, طب ما هو راشونال اهو يا مستر. هقول له لا, اللي انت ما كنتش تعرفه ان هي ابروكسيمتلي ايكوال 22 اوفر 7, هي مش ايكوال 22 اوفر 7, هي تقريبا, بنحط كده علامه ابروكسيمتلي كده, ايكوال 22 اوفر 7, هي مش ايكوال 22 اوفر 7. ده كده كان سريعا الفرق يا اولاد ما بين الراشونال نمبرز والايراشونال نمبرز. طب تعالوا كده نعمل كده example صغنن. Show which of the following is rational and which is irrational. نمسك كده أول واحدة, هل ده rational؟ آه طبعا rational, Q. طب هنا يا مستر ده rational؟ آه Q. لو لقيت حاجة ما ينفعش تعمل لها root هو ده الirrational بس كده. هنا يا مستر هل في root؟ ما فيش root أصلا, يبقى Q. هنا ما فيش root أصلا, Q. هنا يا مستر ينفع أعمل root لل 36؟ آه ينفع أعمل root لل 36, root ال 36 أهي ب 6, يبقى خلاص ده راشونال, عشان في نيجاتيف هتبقى نيجاتيف 6, النيجاتيف 6 راشونال. طب نيجي هنا, ينفع اعمل بقى كيوب روت لل 36؟ لا, كيوب روت اوف 36 does not exist in the cube root perfect perfect cube. هنا يبقى ده خلاص يا مستر, يبقى ده كيو داش. طب نيجي هنا الزيرو كيو. طب نيجي هنا بقى, اعمل النيميريتور لوحده والدينومينيتور لوحده, ينفع اعمل كيوب روت ل 64؟ اه كيوب روت ال 64 4, بس احط لها نيجاتيف, نيجاتيف 4. طب في حاجه اسمها كيوب روت ال 81؟ ايه ده, دي مش موجوده يا مستر في الكيوب روت, ماشي مش موجوده, يبقى خلاص كيو داش. حد يقول لي ايه ده, طب ما موجوده اهي روت ال 81. لا ده سكوير روت, احنا بنتكلم كيوب, فتفرق ما بين الاثنين. نيجي هنا يا اولاد برضو روت ال 1 ب 1, روت اوف 3 مفيش حاجه اسمها روت 3, يبقى كيو داش الراشونال.
طب هنا الباي، قلت الباي على طول irrational number q dash. Anything power 0، أي حاجة raised to the power of 0 is equal 1، فطبعا ده q. هنا اعمل كل واحدة لوحدها، root 9 بكام؟ 3. root 16 بكام؟ 4. 3 plus 4 is equal to 7، ال 7 ده rational number. هنا root 4 ب 2 minus root 11، مفيش حاجة اسمها root 11، يبقى ده مستر q. نيجي هنا يا ولاد، cube root of 8 is 2، cube root of 27 is 3، 2 plus 3 is equal 5، فطبعا ده يعتبر q. ده كده كان سريعا الفرق ما بين irrational and irrational numbers. طيب تاني حاجة لازم نعرفها approximating the irrational numbers، ازاي approximate the irrational numbers. تعالوا كده نبتدي كده ونشوف هنعمل ايه في الكلام ده يا ولاد. طيب يا مستر، لو انا بقى عندي irrational number وباجي كده اكتبه على الكالكوليتور وليكن مثلا زي root 3، ازاي اعمل له approximation؟ ازاي الكالكوليتور بتطلع لي ان root 3 ده 1 point حاجة، بتعرفها منين؟ هو ده بقى اللي احنا هنعرفه دلوقتي. خلينا نمسك وليكن زي ما احنا قايلين كده root 3، انا عايز اعرف الroot 3 ده بكام بالديسمال حتى، بعرفها ازاي؟ الموضوع بكل بساطة، بص كده على الارقام، ده square root عادي، بص على الارقام اللي square root، اختار رقم اللي اكبر من الروت 3 على طول، والرقم اللي اصغر من الروت 3 على طول ينفع يتعمل له روت. يعني ايه يا مستر؟ يعني الروت 3 ايه اللي اكبر منها وينفع يتعمل له روت؟ في روت 4 اهي على طول اكبر منها، ما بين الروت 4، وايه اللي اصغر من الروت 3 على طول وينفع يتعمل له روت؟ الروت 1، صح؟ يعني انا اقدر اقول يا اولاد ان الروت 3 رقم اصغر من الروت 3 من الروت 4 واكبر من الروت 1. ده كلام صح، ماشي يا مستر. root 3 is in between root 4 and root 1. ايه ال square root of 4؟ 2. ايه ال square root of 1؟ 1. ايه ده يا مستر؟ يعني root 3 ده اكيد هو رقم ما بين ال 2 وما بين ال 1، ممكن بقى يبقى يا سيدي 1.1، ممكن يبقى 1.2، ممكن يبقى 1.3، ممكن يبقى 1.4، ممكن يبقى 1.5، انا ما اعرفش 1.5 حاجه 1.6. طب بنعرفها ازاي يا مستر؟ يعني لحد دلوقتي كده انا اول ستيب بعملها بختار رقم اكبر ينفع يتعمل له روت ورقم اصغر ينفع يتعمل له روت، وبعدين بحسبه. انا متاكد ان الرقم بتاعي ما بين ال1 وما بين ال2، 1.1 1.2 1.3 1. طب بعرفها منين؟ بص بقى يا سيدي، بتعرفها منين حضرتك؟ كده بتحسب لي، بتمسك كل رقم من دول تعمله سكويرد، 1.1 سكويرد، 1.2 سكويرد، 1.3 سكويرد، 1.4، بتحسبهم واحد واحد بالكالكوليتر، 1.5 سكويرد، بتحسبهم. طب يا مستر تعالى كده نحسب الكلام ده. بص انا كده هجيب مثلا الكالكوليتر بتاعتي، الله ما تعلقش، نحسب اهو. تعالوا كده نحسب الكلام ده يا اولاد، اجي مثلا احسب 1.1 سكويرد واشوف هتطلع بكام، طلع بكام واشوفها بالديسمال، طلع يا مستر 1.21. تعالوا نكتب كده، طلع 1.21. بعدين نحسب 1.2 سكويرد، تعالوا كده اما نحسب الكلام ده 1.1 علقت مني، معلش نفتحها تاني سريعا. ليش يا ولاد؟ بس كده اوكي. تعالوا كده نجيب ادي الكالكوليتور ونحسب كده سريعا 1.2 سكويرد اهو، 1.2 سكويرد، شوفها كده تطلع بكام. طلع الرقم ده وليكن مثلا ب 1.44. نحسب بقى ال 1.3. الفكرة أنا إمتى هقف يا ولاد؟ أنا هقف أول ما أقرب من ال 3، أول ما تيجي تقرب من الرقم ده تقف. يعني إيه؟ يعني بص كده مثلا لو أنا عملت 1.6 مثلا، 1.6 سكويرد، بص كده هيطلع بكام؟ ده طلع يا مستر ب 2.56. لا طب جرب كده 1.7 سكويرد، بص كده هيطلع بكام؟ طلع الرقم ده ب 2.89.
طب بص بقى اللي بعده على طول 1.8 squared. بص كده بقى الكلام ده هيطلع بكام؟ 3 point حاجة. اه ده ايه ده يا مستر؟ ده انا لما حسبت، تعالوا كده بقى نكتب الكلام ده لانه مهم جدا. انا عارف طبعا ان في كتير مش فاهمين انا بقول ايه لحد دلوقتي، بس بص كده لما حسبت 1.7 squared ولما حسبت 1.8 squared طلع يا مستر 1.8 squared ده طلع ب 3.24، وده طلع بكام؟ لو انا كنت حسبته كده اظن كان طلع ب 2.89. الرقمين دول ما بينهم السري اللي انا عايزها، فخلاص انا كده متاكد يا اولاد ان الرقم بتاعي 1.7 حاجه. طب ازاي اعرف الرقم اللي بعده بقى؟ بحسب 1.71 سكوير، 1.72 سكوير، واحسب الرقم اللي بعده، بعدين احسب الديسمال اللي بعده، واحسب طبعا لفه كبيره جدا. حد يقول لي يا مستر ايه لازمه الكلام ده كله؟ ما الكالكوليتر موجوده اهي، ونحسب الرقم ده ونخلص. ساعات يا سيدي بيجي يسالك ويقول لك ابروكسيميت النمبر ده تو ذا نيرست كذا، ساعات بيطلبها منك بستبس. تبقى عارف بس الطريقة دي، ان انا اول حاجة بعملها بختار نمبر اكبر مثلا من الروت 3 بمرة واصغر منه بمرة، بخلاص عرفت ان مثلا الروت 3 ده ما بين ال 2 وال 1، وبعد كده ببتدي اجرب. طب تعالوا كده نتأكد، هل لو انا فعلا كتبت روت 3 ده، بص كده اكتب روت 3 ودوس ايكوال كده وحوله لي ديسمال، بصوا كده يا اولاد طلع 1.7 حاجه. اه ده انا فعلا وصلت ل 1.7. اللي بعده بقى 3 دي كنت هجرب ازاي؟ لو عملت 1.72 1.73 سكويرد 1.74 سكويرد كان هيطلع لي فعلا الرقم اللي ما بينهم هو 3. كل شويه عمال بقرب المسافات ما بينهم كده. ماشي، اللي انا هعمله دلوقتي ان انا همسح الكلام ده وهحاول ادي كده اكزامبل تاني، وايه ونحاول كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي. بصوا كده معايا وحاول تبوز كده وتشوف انت هتقف معايا لفين في الاكزامبل ده. لو انا مثلا جيت وليكن نختار رقم زي الروت 8، خلينا نختار روت 8، طبعا مفيش حاجه اسمها روت 8 انا عايز احسبه. تعالوا كده اما نشوف هنعمله ازاي. يلا لو حد فاكر كده منكم الستبس كنا بنعمل ايه. طيب ابتدي احل انا بقى، انا بسيوم كده انك عملت بوز للفيديو وابتديت تشتغل. روت ال8 قلت اول ستيب بعملها يا ولاد بختار رقم اكبر منه ورقم اصغر منه شويه. ايه الرقم اللي اكبر من الروت ال8 وينفع تعمل له روت ال9؟ روت 9. ايه الرقم اللي اصغر من روت ال8 وينفع تعمل له روت؟ الرقم اللي اصغر من ال8 مفيش غير ال4 اهو، روت ال4. فانا متاكد ان روت ال8 ده is a number that is in between روت 9 and روت 4. What's the square root of 9؟ السكوير روت بتاعها ب 3. واتس ذا سكوير روت اوف ب 2. يعني يا مستر روت ال8 ده في النص ما بين 2 و 3، ممكن يبقى 2.1 2.2 2.3 2.4. اعرفها منين يا مستر؟ بعمل باور 2. ممكن مثلا تعال نجرب مثلا، وحاول دايما بدل ما تقعد تحسبهم واحده واحده خمن، يعني حاول مثلا اعمل ال 2.5 ومثلا ال 2.7 بعاد عن بعض، لقيتها اكبر انزل شويه، لقيتها اصغر اطلع شويه، وهكذا. انا هجرب مثلا اهو، تعالى كده اما نجرب نعمل ال 2.5 سكويرد 2.5 سكويرد، والله لقيتها اكبر من ال 8 هنزل. يعني بصوا كده طلعت بكام؟ 6 بوينت. لا ده انا محتاج اطلع يا مستر. جرب كده مثلا ال 2.7، بص كده 2.7 سكويرد، وندوس ايكوال كده طلع بكام الكلام ده يا اولاد؟ يطلع ب 7.29 بقرب. طب ممكن مثلا تبقى 2.8 سكويرد، بص كده معايا 2.8 سكويرد، ونشوف كده الرقم ده يطلع بكام يا اولاد. هيطلع الرقم ده ب 7.84، ده انا قربت جدا من ال 8. اه ده ممكن تكون هي دي. لو جيت بقى عملت 2.9، بص كده لو عملت 2.9 سكوير هيطلع اكيد اكبر من ال 8. بص لو طلعت اكبر من ال 8، اه استنى يا مستر خلاص يبقى هي اكيد، انا اتاكدت انها 2.8. اه ده طلعت اكبر من ال 8، يبقى خلاص انا عرفت ان الرقم اللي انا عايزه عباره عن روت ال 8 ده عباره عن ابروكسيمتلي 2.80 حاجه. 8 حاجه 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 حاجه. اعرف الحاجه دي ازاي؟ اجرب بقى 2.81 سكويرد 2.82 سكويرد 2. يا لهوي يا مستر دي شغلانه طويله جدا، هي حته رخمه شويه وفعلا طويله، بس يعني يا ريت مع الوقت كده تكون انت فهمتها. ولو عايز تتاكد طبعا في الاخر خالص، ادي مثلا نكتب في الاخر خالص، قوم كاتب لي روت 8 كده، تكتب لي سكوير روت اوف 8
وتتأكد. وعلى فكرة انت ممكن حتى لو معاك الكالكوليتور يعني تشتغل كده بدماغك، انا عارف انها 2.82 خلاص هجرب ال 2.8 بدل ما تقعد تجرب 2.5 والكلام ده، انت عارف انها هتطلع 2.8، فاكيد ما بين ال 2.8 وال 2.9. وده كده كان سريعا how to approximate the irrational numbers. تعالوا كده اما نبص على اللي بعده كده سريعا. ماشي يا اولاد، example سريع كده اهو، بيقول لي ايه؟ بيقول لي find an approximate value of each of the following numbers square root of 11 to the nearest hundredths. طبعا لو ما قالكش كده انت ما فيش مانع انك تشتغل بالكالكوليتور طبعا في حاجة زي دي، يعني انت من حقك عادي ممكن تشتغل بالكالكوليتور في حاجة زي دي. مثلا لو اكتب اهو root 11 عادي، root 11، نقول بقى الكلام بتاع الاولاد الصغننين خالص، او تعملها طبعا بالطريقة اللي احنا قلناها، تختار حاجة اكبر من root 11 اللي هو root 16، حاجة اصغر منها اللي هي root 9، فانا ابقى عارف ان هو ما بين 3 وما بين 4، بعدين اشوف بقى انا 3 point كام ولا مش عارف كام، ونشتغل عادي جدا. نحول ديسمال اهو، طلع 3.311 مش عارف ايه الكلام بقى العيال الصغيره. بقى نيجي بقى للكلام اللي هم ايه اللي بيقعوا فيه. انا عرفت يا مستر ان الروت 11 ده عباره عن 3.316 مش عارف ايه، بس هو عايز تو ذا نيرست 100. نيجي بقى للكلام الصغننين، فين ال 100 يا مستر؟ ده مكان ال 100 يا سيدي اللي هو تاني واحد بعد الديسمال. ببص على اللي بعده، ريتش ولا بور، سترونج ولا ويك، كلام الصغننين ده. ده انا ببص على بعده 6 تكبره، يبقى بدل ما هو 3 بوينت الرقم ده لا يبقى 3.3 وال6 تكبر ال1 تبقى 3.32. ماشي، نيجي اللي بعده كيوب روت اوف 7، تحسبها لي برضو وتعمل لي ابروكسيميشن، بس التنسز ده مكانه فين؟ اللي هو بعد الديسمال برقم. تعالوا كده نحسبها، نحسب كده سريعا كيوب روت. بعمل ازاي كيوب روت على فكره؟ شفت وعلامه الروت دي العلامه اللي بتعمل لك الكيوب روت اهو. كيوب روت اوف 7 يا اولاد از ايكوال تو، ونحولها هو بيطلعها لك ديسمال على طول، طلعت 1.91. تعالوا كده نحسب الكلام ده، نكتب كده اهو ان كيوب روت اوف 7، كيوب روت اوف 7 از ايكوال 1.912 مش عارف ايه، بس هو عايز تو ذا نيرست ايه؟ تنسز. فين التنسز؟ اللي بعد الديسمال على طول. ابص على اللي بعده، ريتش ولا بور، ابص على ال1 ده بور، يسيبها زي ما هي 1.9. لو انتوا فاكرين وانتوا صغننين كده كنا بنقول لكم ايه؟ find your number وبعدين بتبص على اللي جنبه، لو ايه؟ لو هو 5 or more add one more، 4 or less just ignore، بنسيبه خالص. ماشي يا اولاد، نيجي للquestion اللي بعد. طبعا اخر واحده دي انا هسيبها لك تحاول انت تحلها ان شاء الله لوحدك كده. نيجي اللي بعده، نوع الاسئله دي مهمه قوي، ودي زي اللي احنا كنا بنحلها. بيقول لي find two successive integers for each of the following numbers. عايز يعرف root 5 ده ما بين كام وكام، root 5 ده ما بين كام وكام. قدامك حلين، حل بالكالكوليتور بسيط جدا، وحل برضو من غير الكالكوليتور برضو بسيط. انا عايز اعرف root 5 ده ما بين كام وكام. زي ما قلنا يا اولاد بكل بساطة، شوف رقم ينفع يتعمل له root اللي على طول اكبر من root 5. ايه اللي اكبر من 5؟ ال 6. في حاجه اسمها روت 6؟ لا. في حاجه اسمها روت 7؟ لا. في حاجه اسمها روت 8؟ لا. في حاجه اسمها روت 9؟ اهي، يبقى ما بين الروت 9. وايه اللي اصغر من 5؟ على طول ال 4، ما بين الروت 4. روت ال 9 بكام؟ ب 3. روت ال 4 بكام؟ ب 2. يعني روت ال 5 ده رقم ما بين ال 3 وال 2، يبقى ما بين ال 2 وال 3. بس كده، هو ده اللي انا بعمله. ايه ده؟ طب ما سهله هي يا مستر. طب بص كده، روت 12 واحده اكبر وواحده اصغر. ايه اللي اكبر من روت 12 بعد 12؟ 13. في هنا 13؟ لا. في هنا 14؟ لا. 15؟ لا. 16؟ موجوده اهي، يبقى ما بين روت 16 وما بين ايه اللي اصغر منها على طول؟ ال 9. روت 16 بكام؟ 4. روت ال 9 بكام؟ ب 3. يبقى الرقم ده يا اولاد روت 12 is in between 3 and 4. طب نيجي هنا بقى كيوب روت، خلي بالك ده كيوب روت. بص على رقم، خلي بالك من النيجاتيف، مش هتفرق معايا النيجاتيف في حاجه، الفكره بس انها هتبدل مكانهم شويه. ايه يا اولاد الرقم اللي اكبر من ال 20؟ بص كده على ال 20، ال 20 ايه اللي اكبر منه؟ يا مستر ده اللي اكبر منه 3، صح؟ يبقى ما بين ال 3. طب ايه اللي اصغر منه؟ اللي اصغر منه ال 8، صح كده؟ ال 8. يا مستر طب كيوب روت ال 8 ب 2، بس حط هنا نيجاتيف ونيجاتيف، يبقى الرقم ده ما بين نيجاتيف 3 وما بين نيجاتيف 2. طبعا كتبت النيجاتيف 3 لانها الاصغر، يعني بكتبها هي الاول بس. ده كده كان سريعا يا اولاد النوع السؤال ده. نيجي للي بعده كده برضو بسرعه، تقريبا نفس السؤال بس ده بيجي كتير بقى.
if x is an integer, find the value of x in each of the following cases. عايز يعرف الx بكام لو الروت 2 ده number in between ما بين الx plus 1 وما بين الx. عايز اعرف الx بكام، ما بين كام وكام. انا مش فارق معايا، سيبك من الx والكلام ده. روت 2 نفس اللي انا كنت بعمله، خد رقم اكبر منه ينفع تعمل له روت، اللي هو الايه؟ روت 2. ايه اللي اكبر منه؟ روت 4. ايه اللي اصغر منه؟ روت 1. روت 1 بكام؟ ب1. روت 4 بكام؟ ب2. يعني يا مستر روت 2 ده نمبر ما بين ال1 وال2. هو عايز الصغن ده، عايز الاكس بس اللي هو الصغنون، عايز يبقى ما بين الاكس ب1. عرفت الاكس ب1 اظن بسيطه خالص، يعني انا ما بعملش اي حاجه تاني. واحده كمان اهي، نمسح ده كده، واحده كمان. حاول تبوز الفيديو وتحاول تعملها، حاول كده تبوز الفيديو وتوريني هتعرف تحلها ولا لا. بص كده روت ال80، انا بسيوم كده ان حضرتك عملت بوز للفيديو وطلعت لي الانسر. روت ال ايه سوري روت ال80، ال80 ما بين كام وكام؟ ايه اللي اكبر من ال80؟ ال81. يبقى هنا روت 81، ولازم اخد اللي اكبر منها على طول. ما ينفعش تقول لي طب ما هو روت ال100 اكبر منها، لا انا باخد اللي اكبر منها على طول. ايه اللي اصغر منها على طول؟ اللي اصغر من ال80 ال64. روت ال81 9، روت ال64 يا مستر بكام؟ ب8. يبقى الرقم اللي انا عايزه ما بين ال8 وال9، صح؟ طب هو عايز ايه؟ ده عايز الاكس، عايز الرقم اللي هنا، يبقى 8، عايز الرقم الصغنون. طيب واحده كمان، حاول تبوز الفيديو كده وتحاول في اللي بعدها نشوف كده نعملها ازاي. لو انا عندي كيوب روت اهو اوف 50 از ان بتوين رقمين، ايه الرقم اللي ينفع يتعمل له كيوب روت افتر ال50 اكبر من ال50؟ انا مش شايف غير ال64 اهي، كيوب روت 64. ايه اللي اصغر منها؟ اكيد ال27، كيوب روت اوف 27. ايه كيوب روت اوف 64؟ 4. ايه كيوب روت اوف 27؟ 3. يبقى الرقم اللي انا عايزه ما بين ال3 وما بين الايه وما بين ال4 يا اولاد. طبعا انا عايز الصغنن، يعني اختار الايه، اختار ال3. اظن الموضوع بسيط خالص، طبعا سهل جدا، اظن ان حضراتكم تقدروا تحلوا الكلام ده. ماشي يا اساتذه، نخش على اللي بعده. ده question 5. انا ممكن اكون حتى فوت، اظن انا ما فوتش حاجه لسه. الكومبليت كده بسرعه، طبعا كل الاسئله دي في البوكلت، فانا بسيوم ان البوكلت بتاعك في ايدك وقاعد بحضرتك بتحل معايا. The value of the cube root of 13 to the nearest one decimal. عايز تعملها بالكالكوليتر اوكي، عايز تحلها لي بالطريقه بتاعتنا مفيش مشكله، يعني تكتب لي كده ان الكيوب روت اوف 13 وتختار لي رقم اكبر منه ينفع يتعمل له كيوب روت اللي هو 27، كيوب روت 27، وتختار لي رقم اصغر منه اللي هو كيوب روت 8. طبعا ده كيوب روت بتاعها 2، ده كيوب روت بتاعها 3، يعني انا الرقم بتاعي ما بين ال2 وما بين ال3، ممكن يبقى 2.1 2.2 2.3 2.4. بعمل ايه بقى المره دي؟ بتعمله باور 3 عشان ده كيوب روت، مش بعمل سكوير، بعمل باور 3 واشوف انا بقرب من ال 13 امتى وتحسبها لي. مش عايز حضرتك تشتغل بالطريقه دي وتعملها بالكالكوليتر وخلاص وتعمل ابروكسيميشن برضه، صح؟ نحسبها كده بسرعه. لو انا عملت مثلا الكلام ده بالكالكوليتر، ادي يا اولاد مثلا كده، نجيب نكتب كيوب روت 13 زي ما قلنا، بندوس شيفت وبعدين علامه الروت. كيوب روت اوف 13 is equal to 2.35. طب ثواني كده، تعالوا نكتب كده الكلام ده. طلع يا مستر 2.35، بس هو عايز to the nearest one decimal place، يعني اقف هنا وابص على اللي بعده ال5 ريتش، تكبر لي 3 تبقى 2.4. هي دي الانسر بتاعتي. طيب نيجي للي بعده، بيقول لي the two consecutive integers in which include the number root 5 between them are كام and كام؟ يعني روت ال5 ده ما بين كام وكام؟ بختار رقم اكبر منه ورقم اصغر منه. ايه اللي اكبر من روت ال5؟ زي ما قلنا، قلنا روت ال9. وايه اللي اصغر منه؟ روت ال4. روت ال9 ب3، روت ال4 ب2، يعني الرقم ده ما بين ال2 وال3. طب يا مستر انت كنت قلت لنا في طريقه ثانيه بالكالكوليتر اسهل، ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه يا سيدي انك بكل بساطه تكتب لي روت 5، بص كده هيطلع كام وحوله ديسم، هيطلع 2 بوينت حاجه. ال2 بوينت حاجه ده ما بين كام وكام؟ اكيد ما بين ال2 وال3، بس خلصت كده. دي برضو طريقه ثانيه لو حضرتك تحب تحل بيها. طيب نيجي للي بعده كده يا اولاد بسرعه. The cube root of x bar 6
قلنا بنخلص من لو عندي variable بنعمل الباور divided by 3، يعني هنا دي كأنها كده اقدر اشيل الكلام ده كده كله واكتب x power كام 6 divided 3 equal 2، يعني البتاع دي كده كلها ب x power 2. بس هو مش عايز x power 2، ده عايز root انهي رقم يديني x power 2؟ root ال x power 4 هو اللي يديني x power 2. طب نيجي هنا، the solution set in q dash of the equation اللي قدامي دي بقى، ازاي اقدر احل السوليوشن سيت؟ وركزوا بقى معايا عشان الموضوع بسيط خالص، يعني مهمه بس بسيطه. لو انا عندي حاجه زي كده 5x باور 2 equal 20، عايز اخلص من ال 5 هقول ان ال x باور 2 is equal 20 divided 5 which is 4، يعني ال x قلنا equal ايه، بنعمل روت للكلام ده. بس خلي بالك في السكوير روت يا اولاد كنا بنحط بوزيتيف اور نيجاتيف، روت ال 4 بكام واعمل روت ب 2، يعني السوليوشن سيت 2 او نيجاتيف 2. بس خلي بالك هو قايل لي السوليوشن سيت ان كيو داش، هو طبعا كل الارقام اللي طلعت لي دي في الكيو، هل الارقام دي في كيو داش ولا ايه؟ لا يا مستر دي مش كيو داش، ده الارقام دي كلها بيلونج للكيو، يبقى السوليوشن سيت ان كيو داش 5 مفيش في الكيو داش، انما السوليوشن سيت في الكيو بوزيتيف اور نيجاتيف 2، فنفرق بس ما بين الحته الصغننه دي. نيجي للي بعده كده سريعا، لو انا مثلا يا اولاد عندي حاجه زي كده بيقول لي هنا ايه، if x belongs to z، ال x دي موجودة ك integer والroot cube root 29 ما بين الاتنين دول، ما بين عايز اعرف ال x بكام، زي اللي احنا كنا بنحلها، ادي cube root 29، انا عارف ان الكالكوليتور مخبيه الارقام وده يستحسن عشان نشوف بقى احنا حفظناها ولا لا، عايز رقم ينفع يتعمل له cube root اكبر من 29. حد بيقول لي 27، ماشي يا سيدي نلحق ال 27 الصغننه اهي. طب ايه اللي بعد ال 27 لو حد فاكر؟ ال 64 جدع، يبقى كيوب روت اوف 64. عفوا يا اولاد تعالوا كده، اما نقول كيوب روت ال 64 بكام؟ ب 4. كيوب روت ال 27 بكام؟ ب 3. يبقى الرقم اللي انا عايزه ما بين الاثنين دول ما بين ال 3 وال 4، هو عايز الصغنون الاكس، بص اللي هو اللي هنا الصغنن، يبقى ب 3. نيجي هنا بيقول لي لو الاكس بروت 3 يبقى الاكس باور 2، اعمل كده الرقم ده باور 2 يطلع بكام؟ ب 3. ماشي كده يا ولاد، اظن الموضوع بسيط خالص يعني. نيجي للي بعده كده بسرعه، لو انا في التشوز ده بيقول لي ايه هنا، ذا irrational نمبر ان اول اوف ذا فولوينج نمبرز، انهي رقم من دول irrational؟ والله تعالى نحسبهم واحده واحده. مبدئيا كده ده ينفع يتعمل له سمبليفيكيشن، روت ال1 ب1 روت ال4 ب2 ده بهاف، ده ينفع يتعمل له سمبليفيكيشن؟ ينفع يا مستر، ده ب2. ده ينفع يتعمل له سمبليفيكيشن؟ اه، روت ال4 ب2 روت ال3 ب3. طب ده ينفع يتعمل له سمبليفيكيشن؟ في حاجه اسمها روت 2؟ لا مفيش روت 2، يبقى ده irrational number. طب نيجي هنا يا اولاد، هنا بقى احنا قلنا الباور 3 والكيوب روت عكس بعض، بيشيلوا بعض دايما، فده كانه نيجاتيف 3، يعني الاجابه بتاعت ده على طول نيجاتيف 3، وراح دماغ على طول. نيجي هنا بيقول لي انهي واحد الاكبر، ده ولا ده؟ بص كده يا سيدي، في حاجه اسمها كيوب روت 9 ولا في حاجه اسمها روت 2؟ عايز اعرف انهي واحد فيهم الكبير. يا سيدي حول ده ديسمال وحول ده ديسمال وشوف انهي واحد فيهم الاكبر، ده بكل بساطه. لو حضرتك حولت الـ كل رقم منهم، تعالى كده نحوله واحد واحد كده، ادي مثلا الكالكوليتور معانا، هكتب هنا كده مثلا، اقوم كاتب يا اولاد كيوب روت ال 9 اشوفها بكام بالديسمال، طبعا طلع بكام الرقم ده 2.08، احفظ الرقم ده 2.08. طب تعالى كده نعمل روت 2 طلع بكام؟ طلع يا مستر ب 1.4، اكيد طبعا ال 2 بوينت حاجه اكبر، يعني مش محتاج خلاص، يبقى مستر ال 2.08 ده هو الاكبر اللي هو العلامه دي، ده الاكبر. طب هنا بيقول لي ايه، ذا irrational number located between 2 و 3، انهي رقم ما بين ال 2 وال 3؟ بص بقى، في حل تقليدي شويه يعني، او حل يعني انك ممكن تعمله بالكالكوليتر، تقعد تحسب ده كده بالكالكوليتر وده بالكالكوليتر وده بالكالكوليتر وتشوف كده انهي رقم irrational ما بين الاثنين دول. مبدئيا طبعا ما ينفعش يبقى ده، ليه؟ لان ده راشونال، هو عايز irrational number. طيب الروت 10 تحسبها كده وتشوف لي الروت 10 بكام بالديسمال، هل ما بين ال 2 وال 3؟ لو ما بينها اختارها. الروت 7 تشوفها كده الروت 3 وهكذا. طب في حل تاني يا مستر، في حل تاني. ايه الحل التاني ده؟ ان انا بعمل باور 2 للاثنين دول، اعمل كده 2 باور 2 يطلع 4، اعمل 3 باور 2 9. انهي رقم اللي ما بين ال 4 وال 9 من الارقام دي؟ اللي ما بين ال 4 وال 9 ال 7، يبقى هو ال 7، ده حل منه.
طب بص كده هنا نفس الطريقة، the irrational number between 3 and 4 اعمل كده 3 power 2 يطلع 9، 4 power 2 16، انهي رقم ما بين ال 9 وال 16؟ انا مش شايف غير ال 15 صح، ال 17 اكبر، ال 6 اصغر من ال 9، وال 3.6 ده مش irrational ده rational، ده ما فيهوش حاجة زي root. طب نيجي هنا اعمل هنا باور 2 واعمل هنا باور 2 نفس اللي احنا بنقوله، هنا يطلع 4 بس وهنا يطلع كام 1 بس، هنا برضو حط نيجاتيف لان انا ما بغيرش حاجه. ايه الرقم اللي ما بينهم؟ الرقم اللي ما بينهم طبعا اللي هو الكام يا اولاد، اللي هو الروت 3 اللي هو بالنيجاتيف ده. ماشي كده يا اولاد، نيجي لاخر حاجه خالص، بيقول لي روت 10 ابروكسيمتلي ايكوال كام. طبعا روت دي تقدر تعملها لي بالكالكوليتور عادي جدا، تكتب كده روت 10 وتشوف لي يطلع لحضرتك الكلام ده بكام. اظن هيطلع بمش عارف، المفروض يعني يطلع ب 2.99 اظن يعني اكتبها كده وشوف يطلع معاك بكام. تعالوا كده اما نخش على اللي بعده، نخش كده على اللي بعده سريعا يا اولاد. بيقول لي the nearest integer للرقم ده، برضو انا ممكن ما احلش كل حاجه لان الكلام ده انا حاسس ان احنا قلنا منه كتير، بس يلا تعالوا نحاول كده نشوف الكلام ده. كيوب روت اوف 26 باخد رقم اكبر منه ورقم اصغر منه، بس هو عايز اقرب انتجر ليه. اسهل طريقه للكلام ده بص كده، اكتبهولي ان ذا سمبل، اكتبهولي ديسمال بالكالكوليتور، يعني حوله كده لديسمال. يعني ايه يا مستر؟ يعني اجي هنا كده يا اولاد واكتب كيوب روت اوف 26، بص كده هيطلع بكام؟ هيطلع 2.9، هو عايز اقرب انتجر. تفتكر ال 2.9 ده اقرب لل 2 ولا اقرب لل 3؟ اكيد اقرب لل 3 لانه 2.9 كانك بتعمل approximation to the nearest whole number او to the nearest integer، فطبعا اقرب رقم للكلام ده 2.9 ده تقريبا ب 3، يبقى اقرب رقم ليه 3. ماشي يا اولاد، نيجي هنا نفس القصه، بيقول لي الروت ال 26 ما بين ايه وايه، هتعمل لي الروت اللي اكبر منه والروت اللي اصغر منه. طبعا هو ما بين روت ال 25 وما بين روت ال 36، ده 6 وده 5، يبقى الرقم اللي انا عايزه ال n نفسها ب 5، ده اللي هو عايزه. نيجي هنا بيقول لي the area of a square whose side length is root 3، ايه الاريا بتاع السكوير؟ side times side، root 3 times root 3 equal 3. the square whose side length is 7، الاريا بتاعته ايه؟ ايه الاريا بتاع السكوير؟ side times side، root 7 times root 7 تطلع ب 7. the square whose area، مديني الاريا بقى المره دي ب 10، عايز يعرف السايد بكام، كام تايمز كام يديني 10؟ root 10 times root 10، يعني السايد الواحد بروت 10. ماشي كده يا اولاد، طبعا بالنيجاتيف مفيش حاجه اسمها سايد لينث بالنيجاتيف، يعني انا ما ينفعش اقيس طول حاجه يطلع بالنيجاتيف، ده اسمه هبل يعني. طيب نيجي هنا بيقول لي ذا سوليوشن سيت للايكويشن دي ان كيو. بص يا اولاد، نوع الاسئله دي مهم جدا لانها جت قبل كده كتير. لو جه لحضرتك حاجه زي كده، انا عندي حاجتين تايمز بعض ايكوال زيرو، يا اما دي بزيرو يا اما دي بزيرو، يعني هقول ايذر ان اكس ماينس روت 5، سوري اكس ماينس روت 5 ايكوال زيرو، اور اكس بلس روت 3 ايكوال زيرو. اودي الروت 5 هناك يعني اكس ايكوال روت 5، ده اول حل. يا اما الاكس ايكوال ودي الروت 3 هناك تبقى نيجاتيف روت 3، يعني السوليوشن سيت بتاعي يا اما نيجاتيف روت 3 يا اما روت 5، يا اما نيجاتيف روت 3 يا اما روت 5، اللي هو فين بقى اهو؟ نيجاتيف روت 3 او روت 5، هو ده. يبقى لو جالي حاجتين يا ولاد تايمز بعض، لو جالي حاجتين تايمز بعض، اعرف كده على طول انك بتعمل ايه، نحلها تاني اهو، يا اما ده بزيرو يا اما ده بزيرو، ودي ده هناك ودي ده هناك اهو تاني. احنا كنا قلنا ان دي روت 10، نيجي هنا اهو، يا اما ده اللي بزيرو يا اما ده اللي بزيرو. طب لو ده بزيرو ودي الروت 5 كده هناك، يعني الاكس بروت 5. طب لو ده اللي بزيرو ودي كده الروت 3 هناك، تبقى نيجاتيف روت 3، الاكس بنيجاتيف روت 3. فده كده بسرعه هو ده الانسر نمبر 10. نيجي هنا سريعا، زي ما قلنا كيوب روت الكلام ده، كيوب روت ال 125 ب 5، في ابسولوت فاليو بيشيل النيجاتيف يعني دي في 5، بس هو ما بيسالنيش عن ده، ده عايز روت انهي رقم اللي في 5؟ روت ال 25. ماشي يا اولاد، يعني سكوير روت ال 25. ده كده كان سريعا الاسئله اللي هي بتاعه التشوز دي. دي بقى الاسئله بتاعه السوليوشن سيت، طبعا بسيطه قوي، بس بيقول لي find the value of x وقول لي اذا كانت في الكيو ولا في الكيو داش، هو ده اللي هو عايزه. طبعا هنا كاني بحل ايكويشن عادي خالص، هعمل 10 ديفايد 5 يعني الاكس باور 2 ايكوال 10 ديفايد 5 ايكوال 2. بعدين عشان اجيب الفاليو بتاع الاكس بعمل ايه؟ قلت مع الباور 2 بحط بوزيتيف اور نيجاتيف،
positive or negative root 2. يعني الانسر positive or negative root 2. الرقم ده بقى هل ده rational ولا irrational؟ ده irrational يعني q dash عشان مفيش حاجة اسمها root 2. طب نيجي هنا هعمل ايه يا اولاد؟ ال x power 2 equal 9 over 4. يعني ال x بكام؟ ها حفظنا في ال power 2 بحط positive or negative واعمل root للكلام ده. root 9 ب 3 root 4 ب 2. يعني الانسر positive or negative 3 over 2. طب ده بقى يا استاذ rational ولا irrational؟ ايه ده؟ ده fraction عادي يبقى rational q. طب نيجي هنا ازاي بشيل ال power 3؟ قلنا بنعمل عكس لو عندي power 3 بعمل cube root. يعني ال x عبارة عن cube root ال 125. ايه cube root ال 125 ب 5؟ rational q. طب نيجي هنا يا مستر بعمل ايه؟ ال x عبارة عن 27 divide 3. 27 divide sorry ال x power 3 27 divide 3 ده رقم ب 9. اعمل ايه بقى؟ كيوب روت لل 9. كيوب روت سوري كيوب روت لل 9. كيوب روت ال 9 ده مفيش حاجه اسمها كيوب روت ال 9، ده irrational number، ده q داش. وهكذا تعمل لي ده divide ده وتشوف لي القصه دي بايه. طيب نيجي كده سريعا للمسائل اللي بعدها، مسائل السوليوشن سيت. زي ما قلنا كده برضو لو انا عندي حاجه زي كده قلنا يا اولاد هقول ان الاكس عباره بعمل روت للكلام ده بس بحط بوزيتيف اور نيجاتيف، بوزيتيف اور نيجاتيف روت 13 يبقى السوليوشن سيت يا اما بوزيتيف روت 13 يا اما نيجاتيف روت 13 وهكذا، وتحل لي باقي الحاجات دي. اظن بسيطه خالص المفروض ما تاخدش منك وقت كتير. هنا بيقول لي ايه عشان الاسئله دي ساعات بتيجي في الامتحان، بيقول لي بروف ذات ان الروت 2 از انكلودد بتوين 1.4 اند 1.5. بكل بساطه انت هتيجي ادي ال 1.4 وادي ال 1.5، اعمل لي ده باور 2 واعمل لي ده باور 2، شوفهم كده ده يطلع بكام وده يطلع بكام، احسبهم لي كده. هتلاقي ان الرقمين دول عملتهم باور 2 هتلاقي ال 2 ما بينهم، يعني طلع 1 بوينت حاجه و 2 بوينت حاجه. تعالى كده نحسبهم، ادي الكالكوليتور اهي يا مستر. تعالى كده نحسب مثلا، ادي يا سيدي الكالكوليتور وادي مثلا اكتب هنا اكتب هنا ال 1.4 باور 2، ادي 1.4 باور 2 يا ولاد، هيطلع بكام؟ ان ديسمال طبعا طلع ب 1.96. تعالى كده نكتب الرقم ده، يعني اول رقم طلع هنا ب 1.96. طب نحسب الرقم اللي بعده اللي هو 1.5 باور 2. بص كده يا سيدي، ادي 1.5 باور 2. بص كده يا استاذ يطلع بكام الرقم ده؟ هيطلع اكيد ب 2 بوينت حاجه. ايه ده؟ ده طلع يا مستر ب 2.25. بص كده بذمتك مش ال 2 ما بينهم؟ اه ال 2 ما بينهم ماشي، بس يبقى هو ده اللي انت هتكتبه لي. هتقول لي سنس ان 1.4 باور 2 ايكوال الرقم ده، وسنس ان 1.5 باور 2 ايكوال الرقم ده، ذيرفور روت 2 او سوري تكتبها كده بقى، ذيرفور ان روت 2 رقم ما بين ال 1.5 وما بين ال 1.4 وشكرا على كده. بنكتب سنس وذرفور يا مستر في الماس؟ اه يا سيدي بنكتب سنس وذرفور. ماشي يا سيدي، ده كده كان سريعا اللي حضرتك محتاج تقوله. طبعا باقي الاسئله زيها كلها، هتعمل ده باور 2 ده باور 2 هتلاقي ال 11 ما بينه، هتعمل ده باور 2 ده باور 2 تلاقي ال 5 ما بينه، هنا بقى هتعمل ده باور 3 وده باور 3 عشان ده كيوب روت، فده بس الفرق في الايه؟ في الكيوب روت. طيب نيجي للي بعده كده، وده بقى الكلام المهم. ازاي يا اولاد اريبريزنت ان ايراشنال نمبر اون ذا نمبر لاين؟ يعني انا مثلا حد جه كده على النمبر لاين قال لي انا عايز ابين كده على النمبر لاين فين روت 3؟ فين ده؟ انا اقدر ابين ال1؟ اه ال1 اهي، ال2 اهي، ال3 اهي، ال1 اند هاف اقدر اعملها. طب ازاي اعمل 1 روت 3؟ روت 3 ده رقم بالديسمال مهما كنت جبته دقيق اكيد ما هجيبه بالابروكسيميشن، ما ينفعش احسبه كده. بص يا سيدي الموضوع بكل بساطه، اختار رقم، امسك ال3 دي زود عليها، اعملها مره بلس 1 وديفايد 2 واعملها مره ماينس 1 وديفايد 2. ليه الكلام ده؟ هقول لك يا سيدي، بس اعمل كده 3 بلس 1 4، 4 ديفايد 2 ب 2، 3 ماينس 1 2، 2 ديفايد 2 1. الرقمين دول انا هستخدمهم، هستخدمهم في ايه؟ بص كده يا سيدي، بتاخد حضرتك الرقم الصغنن، بتاخد الرقم الصغنن، هاجي كده اخد الرقم اللي هو ال1 واجي من عند الزيرو، من عند الزيرو كده بالمسطره واطلع 1 سنتيمتر، اطلع كده بالمسطره مثلا 1 سنتيمتر واقف،
خلينا نظبطها سنة كده، تيجي كده اهو بالمسطرة وتقف هنا وتقيس لي كده هو 1 سنتيمتر. بعدين بتجيب الكومباس، تقف بالكومباس عند الحتة دي كده، تحط النيدل هنا وتفتح فتحة الكومباس 2 سنتيمتر عشان انا اخترت الرقم التاني 2، وتفتح الكومباس تفتحه هتلاقي نفسك مثلا قطعت مثلا فين، وليكن مثلا هيقطع الرقم ده مثلا، خلينا نقول قطع هنا، وتقوم موصله، تقوم جاي كده اهو بالمسطره موصل قطع هنا اهو، عملت مثلث. طب ايه لازمه المثلث الجميل ده؟ شايف بقى حضرتك كده يا استاذ يا جميل، الطول اللي تحت ده من اول الزيرو للرقم ده، ده روت 3. ايه ده؟ طب انت عرفت منين يا مستر؟ اقول لك يا سيدي، دي حركه الناس عملوها عشان يستنصحوا شويه. مش احنا اتفقنا ان طول الكومباس ده انا فتحته 2، ومش احنا اتفقنا ان انا طلعت طول الكومباس ده 1؟ جرب كده اعمل بايثاغورس، هو مش ده رايت انجل تراينجل؟ هو انا ازاي بحسب الطول اللي تحت ده؟ لو انا عندي الطول الكبير الهايبوتنس الكبير وعندي السايد ده، ازاي بحسب السايد اللي تحت هنا ده؟ بعمل ده باور 2 ماينس ده باور 2، اعمل لي كده 2 باور 2 ماينس 1 باور 2 كله تحت الروت، 2 باور 2 4، 4 ماينس 1 ب 3. ايه ده؟ ده روت 3، الطول ده لازم يبقى روت 3. عرفت كده بنستنصح ازاي؟ ايه ده؟ طب واحده كمان يا مستر، واحده كمان عشان شكلي مش فاهم قوي. بص كده يا سيدي، لو انا جيت قلت روت 7، قلت اول ستبس حضرتك بتعملها بتمسك ال 7 دي تعملها مره بلس 1 ديفايد 2، ومره تمسك ال 7 ماينس 1 ديفايد 2. طيب 7 بلس 1 8، 8 ديفايد 2 4، 7 ماينس 1 6، 6 ديفايد 2 از ايكوال 3. هستخدم ال 3 وال 4. بص كده حضرتك تقوم عامل لي ايه؟ تقوم جايب لي اول حاجه تمسك الرقم الصغنن من عند الزيرو، تطلع بالمسطره كده، بالمسطره 3 سنتيمتر. بعدين تيجي بالكومباس تقف هنا كده عند النقطه دي وتفتح الكومباس 4 سنتيمتر، وتعمل ارك هيقطع هنا كده في حاجه، هتلاقيه مثلا هيقطع، المفروض مثلا يقطع ما بين الكام والكام، هو ده المفروض يقطع هنا مثلا، وتقوم موصله بالمسطره اهو، تقوم جاي كده حضرتك تقوم موصل لي ده. شايف حضرتك الطول اللي تحت الجميل ده؟ الطول اللي تحت ده كده، ده يا مستر روت 7. عرفت منين؟ بص كده، مش احنا قلنا ان الطول ده 4 وده 3؟ ازاي بجيب الطول اللي تحت ده؟ مش ده رايت انجل تراينجل؟ بعمل ده باور 2 ماينس ده باور 2، اعمل لي كده 4 باور 2 ماينس 3 باور 2 تحت الروت، هيطلع بروت 7، عشان 16 ماينس 9 يطلع روت 7. ايه ده؟ طب ما سهله هي يا مستر، دي بسيطه خالص. واحده كمان هديك، واحده كده حاول تبوز الفيديو وتقول لي هتعرف تعملها ولا لا. لو انا جيت قلت لحضرتك روت مثلا، خلينا نقول روت 6، يلا نحاول كده نشوف الناس، ولا بلاش روت 6؟ ماشي، ممكن نعمل روت 6، هي يطلع فيها شويه ارقام ديسمال بس انا عايز عادي ما يفرقش معاك حتى حاجه خالص. ها الناس عملت بوز للفيديو كده وعرفت تعملها. هنعمل 6 بلس 1 ديفايد 2 و6 ماينس 1 ديفايد 2. يا مستر 6 بلس 1 7، 7 ديفايد 2 ب 3.5، عادي يطلع ديسمال عادي. 6 ماينس 1 5، 5 ديفايد 2 2.5. تمسك لي الرقم الصغير بالمسطره كده وتقوم جاي من عند الزيرو وتطلع 2.5، بعدين تفتح الكومباس على 3.5 يقطع مثلا في حته معينه، انا ما اعرفش قطع فين، ويقطع هنا مثلا. ده 2.5، واحد منهم 2.5 وواحد منهم 3.5. الطول اللي تحت ده هو ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايزه، ده الروت 6 بتاعي. ماشي يا اولاد، ده كده كان سريعا الفرق ازاي اريبريزنت الايراشنال نمبر على النمبر لاين. ساعات بقى بيجي يزود حته يا ولاد. طب افرض بالنيجاتيف، افرض مثلا ان انا قلت نيجاتيف روت 3، عايز اريبريزنت الكلام ده، بيفرق معايا في حاجه يا مستر؟ اه بيفرق معايا. بص كده نفس الستبس اللي انا هعملها، اعمل 3 بلس 1 ديفايد 2 و3 ماينس 1 ديفايد 2. 3 بلس 1 4، 4 ديفايد 2 2، 3 ماينس 1 ب 2، 2 ديفايد 2 ب 1. هيفرق في ايه؟ باخد الرقم الصغير نفس الاستبس، انا لحد دلوقتي ما غيرش حاجه، بطلع من عند الزيرو كده اطلع 1 سنتيمتر، اقوم طالع 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 كده 1 سنتيمتر. الفرق هنا بقى، مش انا بالنيجاتيف اشتغل ناحيه النيجاتيف بدل ما بشتغل ناحيه البوزيتيف، لا اشتغل ناحيه النيجاتيف، اقطع بالكومباس، افتح الكومباس على 2 برضو، بس المره دي اخليه يقطع هنا في الناحيه النيجاتيف. فانا كده بريبريزنت الحته اللي تحت دي كده نيجاتيف روت 3 من عند الزيرو لحد مكان ما هيقطع، واتيفر بقى هو قطع فين. ماشي كده يا اولاد؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا النيجاتيف. طب يا مستر ممكن حاجه تاني تختلف؟ اه ممكن حاجه تاني تختلف. افرض قال لك 1 بلس روت 3،
او روت 3 بلس 1. طب دي تفرق فيها يا مستر؟ بص يا سيدي، اعتبر ال1 دي مش موجوده خالص، اشتغل على الروت 3 لوحدها. مش انا مره بعمل 3 بلس 1 ديفايد 2 ومره 3 ماينس 1 ديفايد 2. 3 بلس 1 بكام؟ 4. 4 ديفايد 2 ب 2. 3 ماينس 1 ب 2. 2 ديفايد 2 ب 1. هشتغل على الرقمين دول، قلت باخد الرقم الصغير اعمل فيه ايه؟ بناخد الرقم الصغير كده يا اولاد اللي هو ال1 سوري اللي هو ده، بطلع بيه 1 سنتيمتر، وبعدين بس بفتح التوب الكومباس. الفرق هنا مش هو حاطط لي فيه 1 بلس الرقم ده، بدل ما بطلع من الزيرو هطلع من الرقم اللي انا عامل له بلس، يعني هطلع من عند ال1 هطلع 1 سنتيمتر بالرقم الصغير وافتح الكومباس على 2 وانزل كده. عشان كده الرقم اللي انا قطعته انا متاكد ان الحته اللي تحت دي يا اولاد روت 3. طب وانا مشيت كمان عليها 1، فبقت الحته دي كلها 1 بلس روت 3. ده الفرق الوحيد. ماشي كده يا اولاد؟ ده كده الفكره بكل بساطه. طب افرض كان قال لي 1 ماينس روت 3، فكر فيها كده، وعايز حد ناصح كده يعرفها. هي الفكره انك هتمشي 1 بس ماينس روت 3، اقوم بدل ما مخلي المثلث بتاعي، انا هطلع من 1 عادي جدا، بدل ما المثلث بتاعي ينزل كده، لا ماينس روت 3 ينزل كده، ينزل احسن. وده كده يا اولاد سريعا هاو تو ريبريزنت الايرشنال نمبرز على النمبر لاين. ده كده كان الليسون بتاعنا. يا ريت يا اولاد نذاكر الكلام ده كويس ونحل عليه كتير، ويعني المفروض يعني ان حضرتك باي ناو تكون حفظت ارقام السكوير والكيوبيك روت زي ما انت شفت احنا بنستخدمها قد ايه في كل حاجه تقريبا. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم كده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. ميرسي يا اولاد، شكرا.